السلام عليكم. اليوم عندنا لاب 11 اوكي عملي، هو عن النيوتراليزيشن تيست اللي هو فحص المتعادل او المعادله. يعتبر امبورتنت، ليش يعتبر مهم؟ بيكوز نمبر 1 يوز تو هيلب ديتيرمين ذا بريفالنس اوف ذا ديزيز، يعني اول شيء يساعد على تحديد انتشار وظهور المرض. Number 2, the geographic dissemination of the virus، والانتشار الجغرافي للفيروس ايضا يحدده. Number 3 مثلا عندنا titer of antibody and antiserum، معيار الاجسام المضاده وين السيرم المضاد. هذه اهميه neutralization test. Neutralization test طبعا can be performed with any virus، يعني يمكن استخدامه اي نوع من الفيروسات، especially with those which neither hemagglutinate nor react with complement fixation test. يعني يستطيع يمكن قيامه مع معظم الفيروسات، حتى مع الفيروسات اللي ما تقدر نطبق وياها فحص الهيماجلوتينيت اللي هو التلازم الدموي، او فحص الكومبلمنت فيكسيشن تيست اللي هو تثبيت المتمم. مبدا عمل البرنسيبل اوف نيوترلايزيشن، عندنا فيروس الانتي سيروم ار ميكست، يخلطها allow to react for an appropriate time، نتركها حد ما تتفاعل. The mixture is then inoculated into a suspectable host، بعدين نلقح هذا الخليط في العائل، which is observed for signs of infection، حتى نلاحظ علامات او تأثيرات الإصابة. By the use of specific antisera، بعدين نستخدم antiserum محدد. Unknown viruses may be serologically identified، يعني نستخدم مضاد للسيروم محدد للكشف عن الانتيجينات الغير معروفة أو الفيروسات الغير معروفة. Specific viruses may be used to test for serum antibodies. عندنا an example for demonstrating neutralization result، يعني استعراض أو عرض نتائج فحص المعادلة. أول شيء counting box اللي هو البقع أو on the chorion intuicum membrane، على الغشاء الكوريون intuicum موجود بجنين البيضة. Of embryonated eggs inoculated with vaccinia serum virus mixture، بعد ما نلقح بها المكسر مع الخليط الفيروس والانتي سيروم. Number 2 accounting death، نحسب الوفيات وين. A group of mice inoculated intraperitoneally، محقونة في الغشاء البروتيني بروتيني with Coxsackie group of serum virus mixture. Number 3 observing inoculated tubes، ملاحظة التيوبات الملقحة الحاوية على السيل كلتشر زي المزارع النسيجية. For the development of specific cytopathic effect، حتى تظهر أو ملاحظة تطور ظهور التأثيرات المرضية الخلوية أو hemagglutinins اللي هو التلازم الدموي، أو heme adsorption اللي هو الادمصاص الدموي، احدى هذه التأثيرات الثلاث على المزارع الخلوية. Number 4 عندنا counting focal plaques، البلاكس اللي هي تعتبر ايضا نوع من البقع في السيل ديجنريشن ان امونولير في طبقة احادية من المزارع الخلوية ان اجار جل after inoculation بعد التلقيح. هاي كل ما يخص النتائج الفحص النيوتراليزيشن تيست. ننتقل للماتيريالز والريجنتس، المواد والمحاليل. عندنا اول شيء اللي نحتاجها بالعمليه هو الفيروس نفسه، كومن يوز نيوتراليزيشن تيست ميجر، او اول شيء اما نستخدم بروتكتيف انتي بوديز او ريسنت انفكشن وذ انتيرو فيروس. فهذا حيقيس شنو كميه الاجسام المضاده اللي توفر حماية، أو يقيس الإصابة الجديدة أوكي الحديثة بخاصة بالانتيرو فيروس الفيروسات المعوية. السيرة والسيرم اللي هو suitable initiate dilution، يعني مخفف أو سيرة or heat activated inactivated، ويتم إيقاف أو عدم تنشيطه بالحرارة 56 celsius for 30 minutes before use in order to destroy complement or other labial non-specific neutralizing or
potentiating or factors. يعني هذا عملية التثبيت شنو الغرض منها هذه؟ حتى نزيل أي أثر للمتمم أو العوامل غير محددة متغيرة بالحرارة أو العوامل المحددة. أوكي، فهاي الغرض من عندها. عندنا الانتربريتيشن. انتربريتيشن هي نتائج أو الأكشنز مع تلقيح الفيروس هاي النيوترالايزيشن تيست. يعني شو راح تكون النتيجة النهائية عن تلقيحها بالأنيمالز أو بالإيج أو بالمزاعم النسيجية. أوكي، فعندنا إنوكيوليتد أنيمالز بالحيوانات شو راح يظهر؟ راح يظهر يا أما باراليسيس اللي هو الشلل أو death الموت. الإيج for numbers of chorioallantoic box ستظهر هاي البقع في غشاء الكوريوالنتويك. السيل كولتشرز فور سبيسيفيك سي بي اي حتظهر هاي التاثيرات، اما السي بي اي هي سيتو باثوجينيك افكت او يظهر هيما جلوتينيشن او يظهر هيم ادزوربشن. هاي راح انديكيتور اللي تثبت وجود او نمو الفيروس وتاثير الفحص النيوترالايزيشن تيست. The presence of neutralizing antibody is the best measure for viral immunity. يعني اعتبر وجود الانتيبوديز المعادلة أفضل وسيلة لقياس المناعة ضد الفيروس. A change in neutralizing antibody titers between paired sera from a patient tested in the same test on the day, same day is indicative for recent infection. يعني التغييرات اللي تظهر في الأجسام المضادة المتعادلة يعني معيارها خلال هاي فترة أخذ السيرم من البيشنت tested in the same test on the same day يعني indicative راح تكون مؤشر على وجود الإصابة الحديثة. هذا كل ما يخص neutralization test. أوكي، وإن شاء الله توفيق.